اليوم الأربعاء 14/6/1442، الموقع حراج سوق الخضار للجملة في بريدة. التغطية الشاملة اليومية، توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا يقف عندك المقطع شارك في حق نشره، لأنه يخدم كثير من الناس. نرجو إن شاء الله أن يكون المقطع ينتشر حتى أن نخدم كثير من الناس، لأنه يهم الموضوع كثير من الناس. الله يوفقهم. طماط حبة كبيرة على 8، شام 8 الحين، على 8 طماط حبة كبيرة، شام 8 وش اللي 8 على 8 الطماط. هذا الكوسة الآن سام 15 عبد الله، حبة صغيرة، حبة صغيرة الكوسة سام 15 ريال، 15 ريال على 15. كمك دراي أنا شو عندك اليوم لنا؟ عندي أنا أسود اللي يولع. كم بعتوا اليوم؟ أسود وقلب أبيض بعشرة بعنا. يقول أبو خادم أسود وقلب أبيض يباعوا بعشرة اليوم في الليل كجملة. وش بعد الطماط؟ الطماط بعنا ب15 وبعنا ب14. اي ال 15؟ لا مو بسيارة ثانية، هذه بعنا بعشرها كبيرة. هذا كبيرة مو كبيرة ذي؟ لا هذا جنبه ذا. جنبه بكم بالجنبه؟ تقريبا ب 12. ب 12، والحبة الكبيرة ذي بكم؟ هذه 8 يا رفضة، الكبيرة ب10. الوسط؟ الوسط ب8. 8 والهدد؟ مو بتبعنا. مو بتبعكم ها؟ طبعا ما شاء الله مع ابو خالد كل يوم يسعدنا بالسوق. الله يوفقك يا ابو خالد. وياك يا ابو خالد. انت مزيون يا ابو خالد سبحان الله. والله يا ابوي من جمال عينك. هذا الزهرة مع ابو يوسف اليوم. على 8. 6 حبات بالكرتون. يبيعونه ب 8 ريال اليوم. 8 ريال كجملة. انا دائما اشوفك عند السيارة هذه، هل تشتغل براتب ولا تاخذ عمولة؟ دلال عمولة راتب. لا انت تشتغل تبع مكتب الان براتب؟ اي تبع مكتب. تاخذ راتب منهم؟ اي اخذ راتب. انا اشوف دائما عند السيارة ما تتعدى. وش لا اروح احيانا واجي لان كبير السيارة ذي. اي لكن السيارة هذه يكون المكتب حقك ماسكة. ماسكة وانا عالية لان كبيرة واروح احيانا. عالية لكن انت تاخذ منهم راتب. راتب نعم. راتب. الله يوفقك يا ابو يوسف. اياك. هذا الطماط مع الدلال عبد الرحمن الجطيلي. عشرة. طماط الجطيلي. محمد الجطيلي. ابي اوصيك لك. سلمني على الجطيلي بالاحمر. ابشر بسعادتك. لانه الحقيقه اسعدنا بالتعطية. ابشر بسعادتك. عشرة طماط. طماط يسام 10 الان. حبة كبيرة. والفوسة. 10 راحت 15. الفوسة باعوا ب 15. حبة صغيرة. هذا الخيار اليوم الاربعاء يبيعونه كجملة ب 17 ريال الخيار. هذا مزرعة غفل خالد العريضي يبيعون الكيس الخس اليوم ب10 كجملة، وعندهم الملفوف الأحمر 6 حبات يبيعونه ب10، وعندهم الزهرة الكرتون الواحد و6 حبات يبيعونه ب10. هذا خيار اليوم عندهم يبيعونه من 15 إلى 20 حسب الكمية اللي تأخذ منهم. هذا فلفل برضه يبيعونه اليوم كجملة ب6 ريال الجملة، وعندهم الطماط الحبة الوسط كم قلنا اخوي؟ 7 ريال حبة الطماط. وعندهم برضه الحبة الكبيرة الطماط كم اخوي؟ 8 ريال. 8 ريال كجملة اليوم الحبة الكبيرة. طبعا هذه سيارة ابو حنان من الظرفة. عنده الزهرة كم ابو حنان؟ 6 ريال. 6 ريال بالجملة اليوم زهرة، 4 حبات كبار. وعنده البروكلي كم؟ 5. والفلفل الوسط؟ 5. والفلفل الحار ذا؟ 5. اليوم كل شيء مخمس اليوم. ترى الشارع ما يجوز الا 4. اي بس اتوهق قد اي نعم. اليوم كل الدعوه مخمس عندي يا ولد. وبعدين بالنسبه للعموله الدلالين كم واحد يسالنا عن الموضوع، ياخذون 5% تقريبا اللي هو كعموله على الحراج بسوق بريد، واكثرهم يكون لهم مكاتب خاصه يعني خاصه لهم هم. الله يوفقك يا شيخ. هذه بازيلا ب 15 ريال كجملة اليوم، 15 ريال كجملة البازيلا. هذه الكوسة اليوم برضو كجملة ب 15 ريال، والفلفل 8 ريال. 8 ريال الفلفل البارد يبيعونه كجملة اليوم 8 ريال. الطماط حبة كبيرة اليوم يحدونه كحد الفلين كجملة 13 ريال. هذه كوسة الآن مع الدلال المميز الحبيب. يبيعونها حبة وسط يبيعونها الباعوا ب 13 ريال 13 ريال اليوم. هذا طماط المجمعة يبيعونها اليوم الفلين الحبة الكبيرة ب 12 ريال كجملة. وعندهم القرع كم؟ 8. ها؟ 8. عندهم القرع الأمريكي ب 8 ريال، والفلفل هذا؟ 8. 8 ريال ما شاء الله. وش الطماطة هذه مميزة ذي؟ لا سبحان الخالق، هذه الطماطة طماطة مميزة ذي.
أربعة صار اثنين أربعة تقريبا جذع واحد. الفلفل قلنا حنا بثمان ريال كجملة. هذا خيار يبيعونه باثنا عشر ريال كجملة هاليوم الخيار. والطماط الطماط طماط نوعه جيدة يعتبر حبة كبيرة يبيعونه باربعة عشر كجملة هاليوم. هذا كوسة بثلاثة عشر ريال باعوا هاليوم كجملة. هذا خيار حب صغيرة على 13 ريال مع الدلة 13. والفلفل سيم لا والله ما بيوع يا عم. كم؟ 9 باع الفلفل الدلة عبد السلام الدويخ الله يحفظه على 13. والطماط الطماط 15 بعد الطماط باعوه ب 15 برضو اليوم كجملة على 13 ريال. هذا الفول يبيعونه اليوم ب 7 ريال كجملة. الفول فلين كبير. هذه كوسة بحد السيارات حبة صغيرة يبيعونها اليوم كجملة ب 17 ريال الكوسة. والطماط حبة وسط يبيعونه كجملة ب 8 ريال حبة وسط. هذا الفلافل عندهم البرتقالي وعندهم الأحمر وعندهم الأصفر حبة كبيرة اللي هو البارد يبيعونه ب 25 كجملة الألوان قلنا احنا الثلاثة ذي. وعندهم الشقرة ب 45 ريال يبيعونه كجملة اليوم الشقرة ب 45 ريال. والفصول يا خالي تسجيل يا بعد يبغى غالب 18 20 الفصول تراه شغل من 18 الى 20 ريال مع دلالنا المميز دايم الله يفكك. هذا نجد الحبه الكبير يبيعونه كجمله اليوم 15 والصغير يبيعونه بنجد يبيعونه ب 35 كجمله. هذا برضه خس المطرودي يبيعونه كيس الواحد ب 8 ريال كجمله اليوم. هذه سيارة مخرم اللي هم الجوعي اللي دائما متخصصين بالفلفل دائما عندهم الفلفل اليوم الأحمر ما عندهم غير الفلفل الأحمر. كم خالي؟ ها؟ 8 ريال الفلفل الأحمر حار مرة قوي حار قوي اللي هو الفلفل الأحمر 8 ريال كجملة اليوم. هذه سيارة الصقري من أبلق أسعارهم جيدة كل يوم يجيبون أسعار حقيقة مخفضة عندهم. عندهم الملفوف ثلاث حبات يبيعون الكيس الواحد بريالين. الملفوف ثلاث حبات الكيس بريالين كجملة. هذا فلفل طبعا بالجمله كجمله يبيعونه فلفل البارد حبه كبيره يبيعونه اليوم 8 ريال كجمله عندهم. هذا خيار برضه بالسياره مع الدلال الحبيب الطيب اللي ودك تروح تطلع ولا البر وصيد القميري وتقدم انت اياه. يبيع الخيار اليوم 15 كجمله. طبعا هذه سياره فيها طماط وفيها فلفل خضر وفيها فلفل برتقالي وفيها فلفل هندي وفيها فلفل احمر. نبي نشوف اسعاره. كم الفلفل الاصفر؟ اصفر هذا 20 ريال. هذا الفلفل الاصفر والبرتقالي ب 20 ريال. والطماط؟ هذا جاء 12 ريال. الطماط والله صراحه ممتاز ممتاز ممتاز. انا بصراحه من التصوير شفت الطماط روعه ب 12 ريال. هذا 12 ريال. سلام. والفلفل الهندي؟ هذا 10 ريال. 10 ريال. والاحمر؟ هذا 10 ريال. 10 ريال. والاخضر؟ 7 ريال. والفول 11 ريال. صراحة السيارة ذي أسعارها ممتازة جدا أسعارها جيدة جدا الله يوفقهم. هذا فلفل بارد حب كبير ممتاز. هذا يبيعونه 5 ريال الفلين. هذا حب كبير مرة. وهذا يبيعونه 8 ريال من 7 إلى 8 ريال كجملة اليوم اللي هو الحبة الكبيرة كوسط نقول. لكن هذا حبته ضخمة يبيعونه ب 5 ريال كجملة اليوم. الطماط حرج عليها الدلالة حبة كبيرة ب 12 ريال. حبة كبيرة ب 12 ريال حرج عليه الدلال. الخيار هذا باع الدلال الآن بالسيارة ب 14 ريال كجملة اليوم. هذا المزرعة المشهورة في بريدة مزرعة تمزيري بالطماط مع الدلال عبد الرحمن البطي باعوها اليوم ب 15 ريال وب 14 و 15 طماط المميز بسوق بريدة اللي هو يعتبر ما يحتاج طماط وسط الله يوفقهم. 10 ريال طبعا خيار مع مكتب زهره ربيع القصيد 13 ريال مع الدلال سامع 13 بالسياره 13 14 ريال وصل 14 ريال الان. هذا مع الدلال المميز عمر الله يوفقه كل يوم. عنده الفصول كم خالي؟ 18 كجمله. والفلفل الصغير الوسط ذا؟ هذا بخمسه. خمسه. والفلفل الكبير؟ هذا بسبع. سبعه اليوم اسعار اليوم كجمله. طبعا هذا عندهم المفروض حبه كبيره يبيعونه بريال ونص كجمله اليوم. وعندهم الخس كجمله برضه الفلين المليان يسمونه يبيعونه بخمسه كجمله اليوم الخس. هذا فلفل حبه صغيره يبيعونه الان كجمله بس بالسوق ب 5 ريال الفلين كجمله. وعندهم بروكلي اليوم برضه كجمله ب 5 ريال الاربعه.
هذا التين يعتبر نوعين، حبة صغيرة وحبة كبيرة. الحبة الكبيرة باعوه ب 18 ريال، الحبة الكبيرة التين الأحمر اليوم كجملة، والحبة الصغيرة باعوه ب 15 ريال اليوم كجملة برضه التين الأحمر. وعندهم البيدجان حبة صغيرة كم بعتوها؟ 7 ريال. 7 ريال اللي هو البيدجان الحبة المعتبرة الوسط. الكوسة حبة صغيرة بالسيارة الآن كجملة ب 15 ريال، والطماطة البرارة ب 4 ريال 5 ريال كجملة، الطماطة البرارة ب 5 ريال كجملة، والطماطة الكبير والطماطة الكبير يبيعونها اليوم كجملة ب 10 ريال، والكوسة العويد 8 ريال والكوسة العويد ب 8 ريال اليوم كجملة. هذه سيارة السعيد اللي دائما متخصصين بالزهر وبالملفوف اللي هو الأخضر والأحمر. عندهم الزهر اليوم يبيعونه ب 8 ريال الكرتون كجملة الزهرة، والملفوف الأخضر يبيعونه ب 8 ريال، والملفوف الأحمر يبيعونه ب 10 ريال كجملة اليوم. سيارة خاضية دائما يبدع بالسوق بتنوع الانتاج عنده واللي دائما طازج. كم الفلفل الاحمر بعتوه؟ الاحمر على 20. الاحمر كباعوه كجمله اليوم ب 20. حق مخلل؟ حق مخلل هذا 8 ريال. باع اللي هو الفلفل حق مخلل 8 ريال، ولا الحار ذا؟ الحار 10. والحار 10. والاخضر ذا ب 10؟ الاخضر ب 10. برضه ب 10 ذا. والزقطه الحبه الكبيره؟ الزقطه على 7. الزقطه على 7 ب مو 5 فلين. الواحد الفلين يعني يطلع المجموع الزقطة 5 فلين ب 35 ريال كجملة اليوم. هذه كوسة الآن تو واصلة مع الدلال سام 12 كبداية سام 12 الكوسة. هذا النجد الطازج الآن حبة وسط مع الدلال بسام 10 بالسيارة الآن، السيارة هذه تو واصلة. سام البيدجان 10 ريال كبداية. مدير الحار كم هذا؟ هذا ب 5 ريال الفلفل اليوم، وعندكم الفاصوليا كم؟ ب 20. والفلفل الاحمر؟ ب 20. والفلفل الملون؟ 25. طبعا احنا نقول دائما نكرر الموضوع ان السيارات تختلف الاسعار، شوف هذا احنا الفلفل ذا ب 5 ريال، صورنا انواع كثيره منه ب 10 وصورنا ب 8 وذا، لكن شوف الفلفل نفس الفلفل الان ب 5 ريال. فسوق الخضار يعتبر فرص، يعني اسعار تختلف حسب تصنيف المزارع. أنا بعض المزارعين قنوع بالربح ويقول أنا ما ودي تاكل خضرتي ويبيع بس يعني يناسبه إنه ما يخسره لكن كربح بسيط. بعض المزارعين لا، مثل إنه يصير عندهم عمال ومزرعته كبيرة وفيها مصروفات كثيرة، فيحاول إنه مثل يبيع بسعر أغلى من سعر بعض السيارات عشان إنه يعوض خسائره بالمزرعة. ودائما المزارعين بصراحة إنهم خسرانين، ما هم دائما ربحانين، الله يوفقهم. كوسة حبة صغيرة باعوها اليوم كجملة ب 13 ريال، حبة صغيرة طازجة مع تو بايع الدلال. وعنده البروكلي يبيعون حبة كبيرة برضه، البروكلي حبة كبيرة يبيعون ب 5 ريال كجملة. هذه حمضيات إنتاج مزارع قصيم اللي هو يسمى الإنتاج المحلي يسمونه. الليمون عندهم حبة صغيرة اليوم كجملة ب 5 ريال، وعندهم البرتقال فلين كبير يقولون انه حلوهم يبيعونه ب 5 ريال برضه الفلين الكبير اللي هو البرتقال. هذا قرع امريكي حبه صغيره يبيعونها اليوم بالسياره الكيس الواحد ب 4 ريال كجمله. قرع امريكي حبه صغيره ب 4 ريال كجمله اليوم 16 ريال بس. كوسه الان صار 16 ريال بالسياره مع الدلال. 16 ريال كوسه طازجه تو واصله. هذا الشمندر اليوم يبيعونه كجمله ب 10 ريال كجملة الشمندر. هذا بيدجان الآن بالسيارة يبيع الدلال سام من الدلال 8 ريال، سام 8 كبداية اليوم البيدجان. هذا برتقال، برتقال فلين صغير، وليمون حبة كبيرة إنتاج محلي طبعا يبيعون الفلين اليوم ب 5 ريال. طبعا هذا السواق يحتل الدلال الآن. هذا خيار اليوم يبيعونه ب 15 ريال، طبعا خيار تقريبا طاح قيمة طاح النص منه، كان أمس أغلى من اليوم. فالآن ب 15 ريال اليوم يبيعونه كجملة اليوم. ريالين و90 هذا البصل كجملة اليوم، ريالين و90 هذا كجملة. اليوم الأربعاء غطينا اللي هو سوق الخضار للجملة في بريدة التغطية اليومية الشاملة. الأسعار يعني من أمس إلى اليوم في فرق. يعني في فرق، الطماط في فرق وفيها الكوسة فرق والخيار كرك والخيار برضه في فرق. يعني حوالي تقريبا طاح النص او تقريبا الثلث من الاسعار امس الى اليوم.
فيوم لك ويوم عليك، الله يوفقهم ويبارك لهم ان شاء الله، ودائما نشوف السوق هذا عامر. حياتي.